مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله في حلقه جديده وتواصل دائما يكون في ساعتنا من خلال برنامج رايكم شباب. نطلع عليكم في مواضيع خاصه اليوم ان شاء الله، عندنا ميكس من المواضيع ويا ضيوفنا. مساء الخير عليكم جميعا، اللي كل ما قاعد تابعنا عبر شاشه تلفزيون الراي من الساعه 5 للساعه 6 في مواضيع حلقتنا اليوم، للمهتمين في تنسيق الحفلات مثل حفل تخرج او عرس او اي مناسبه ثانيه راح نعرف التفاصيل اللي تحوشكم وانتم قاعد ترتبون حق هذه المناسبه. بالإضافة إلى الفن التشكيلي لدور وعدسة برنامج رايكم شباب، كانت متواجدة في إحدى الأماكن للفن التشكيلي سمر البدر، كانت زميلتنا دانا مقابلتها في إحدى الأيام. إن شاء الله اليوم راح نعرض هذه المقابلة، لكن البداية ما راح تكون لا في سوالفة الكوش وشنو آخر أخبار إذا واحد بيجهز والألوان المناسبة حق أي مناسبة، ولا فن الموضوع وسالفة الفن التشكيلي وموضوع الفن التشكيلي، لكن بدايتنا مع ضيوفنا اللي موجودين ويانا داخل الاستديو، شباب كويتيين من فريق هارلي اونرز جروب فرع الكويت تحديدا، كان لهم رحلة مغامرة كبيرة صارت في كل دول الخليج، وهذه الرحلة استغرقت أكثر من 15 يوم. داخل الاستديو ويانا الشباب راح يكلمونا أكثر عن دورهم في هذه الرحلة الخاصة في الهارلي، بالإضافة إلى المواقف اللي صارت وياهم وكل مهمة وكل واحد فيهم التزم من خلال هذه المهمة. من اليمين نبلش مع ضيفنا فيصل مال الله، حياك الله ويانا. الله يحييك أخوي. يعطيك العافية. إبراهيم محمد. هلا أخوي. يا هلا فيك، وأيضا مشاري المهدي. هلا فيك. وفهد السرحان. الله يحييك. يعطيك العافية. منورينا داخل الاستديو، وحياكم الله في برنامج رايكم شباب. أنتم جاهزين؟ البستات والجاكيتات والشعارات أصلاً في سالفة صارت وياهم في إحدى دول الخليجية، بعد شوية راح نتطرق لها، لكن رحلة نفس هذه أكثر من 15 يوم لا تخلو من المواقف سواء كانت سهلة ولا صعبة. أول شيء راح نبلش مع أخونا فيصل ومهمتك ومهمة كل واحد فيكم من خلال هذا الجروب. مهمتي أنا كانت في الرحلة هي كابتن الفريق، توجيه الفريق خلال الرحلة، الطريق وين يكون وتحديد المدن اللي نروح لها، كذلك أمانة الطريق بالكامل مع الفريق. ممتاز. ننتقل حق أخونا إبراهيم. إبراهيم شنو مهمتك في هذه الرحلة أو الرحلات اللي أنت قدمتوها؟ أنا بصورة عامة بالجروب منسق النشاطات الموجودة، فبالنسبة حق الرحلة قبل الرحلة أنسق الرحلة وين راح نروح وشنو راح نسوي. يعني أنت يبطاري رحلة الخليج؟ والله إحنا نتفق مع بعض أكثر من شخص. إنزين. نتفق مع بعض وبعدين يصير في تنسيق حق رحلة ونسق مثلاً مع الفنادق وين راح نقعد، أي فندق نختار، أي مكان بالديرة أقرب مثل حقنا. المرشد أنت، المرشد السياحي. حتى نسق بعد النشاطات الموجودة داخل الكويت، إذا نشاطات أو رايدات أو أكتيفيتيز بالكويت أنسقها. ممتاز. مشاري المهدي. هلا فيك. يا هلا اخوي. قول لي شنو مهمتك في الجروب؟ انا على سبيل المثال مسؤول السلامه. زين. يعني هذه اهم نقطه. اي طبعا. اي يعني بالرايدات ننسق الطريق مع الرود كابتن، اهم شيء السيفتي، اللبس، الخوذه، البوت تكرم، الجينز، يعني امور الامن والسلامه. الامن والسلامه يعني. زين، في تسوي لهم كوادر طبيه بالطريق؟ لا. ان شاء الله الجاي. قلنا فهد، انا شنو دورك؟ انا دوري بالجروب طبعا مو شغله نادره، موجوده تقريبا كل النشاطات اللي هي توثيق اللحظه. اوه انت يدورونك بعد الرحله؟ اي بنص الرحله بعد يدورونك. ايه. انا المصور الرسمي مال جروب الكويت شابتر. نعم. طبعا نبدا عن جروب الكويت شابتر. تفضل. الكويت شابتر هو نادي ملاك الهارلي. طبعا هو نادي عالمي، بكل دوله فيها وكاله هارلي. صح. فيها النادي هذا. صح. نادي مستغل على الوكاله، بس ناخذ يعني نشاور فيها الوكاله والشغلات اللي تلتزمون ببعض القوانين الخاصه عالميه في الهارلي. اي نعم. مثل سيفتي. عندنا سيفتي، عندنا رود تيم كامل، تنسيق الفريق، شلون نمشي بالشارع، اشاراتنا، ساجر فورميشن، سنجل فورميشن، هذه طبعا كلها علامات احنا نمشي فيها. ممتاز. ما نستخدم، في عندنا وسيله اتصال بالسيكل يسمونها سي بي. ايه. اللي هي سيتيزن باند. هذه وسيله اتصال بينكم وبين بعض يعني؟ بين السياكل. بين السياكل، اوكي. ايه. عباره عن شنو؟ عباره عن اتصال مثل اتصال لاسلكي، نفس الشاحنات ما عندهم اتصال لاسلكي. فاحنا مره شفت سياكل قاعد يمشون، ما ادري اذا هذي ولا لا، يكلمون بعض سبيكر صوت. ايوه صوت عالي. هذا هو السي بي. هذا هو اللي ايه. عندكم، اوكي. بس احنا نعتمد اكثر شيء على اشاراتنا. دير بالك في حفره بالشارع، مطبه، خفف السرعه، زيد السرعه. عرفت؟
انا طبعا اشوفهم كلهم لان انا مصور، نظرتي مصور. فلما مرينا بالمناظر للامانه انا اول مره اروح وياهم سفره الخليج هذه، وكم مره بغيت اطيح بالجبل ادش بالماي من كثر ما المنظر جميل. منظر وايد جميل. مرات تكون مركز على العدسه وناسي الطريق. لا انا ايفون. اوكي. كاميرتي ايفون. كاميرتك ايفون؟ ايفون 7. لا ايفون 7 يعني انت وصلت ان العدسه كافيه انك انت تصور لقطات. كافيه اقدر اصور. بعض اللقطات ترى تحتاج عدسات. ما تقدر تكشخ من الشباب. لان انت بسيكل عرفت؟ فبسيكل تقدر تطلع تلفونك تزرق شوي، ممنوع طبعا. بس تقدر تزرق تلفونك تصور. هذه ممتاز. الحين عرفنا مهام كل شخص فيكم بهذا الفريق، ولكن نبي نعرف شلون يتلكم الفكره انكم تروحون وتسافرون في البايك، خصوصا في الاجواء الجميله ممكن تساعدكم ونفس الوقت ممكن تكون خطيره. فكلمنا فيصل عن الفكره. احنا مو اول مره نسافر في البايكات، احنا عاده عندنا سفرات كثيره. قبل سنه والسنه اللي قبلها رحنا الى عمان، كنا نشحن سياكلنا عن طريق شاحنه ركبها تريلر ونستلمها مثلا بالامارات، ومن الامارات ناخذهم ندش عمان ونرجع. طبعا عمان مين اتراكشن لان فيها جبال وفيها لفات ومناظر حلوه. صحيح. هالسنه كان بعض الشباب اقترحوا قالوا احنا ليش كلنا نشحن؟ خلينا نجرب نطلع من الكويت. فطلعت الفكره كذي، بعدين قلنا ها خلينا نضيف قطر، خلينا نمر على قطر احنا رايحين رايحين. بعدين شباب ربعنا بالسعوديه قالوا تعالوا مروا علينا بالسعوديه، فدخلنا الجبيل وقفه. حلو. شوي قالوا ما رحنا ابو ظبي. ركبت واحده 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 افترينا الخليج كله. فصارت صدفه هذا. فيوم جينا ننسق انا وابراهيم ومشاري قعدنا والله حطينا الكالندر قعدنا نعد الايام وين نوقف وين هذا، فطلعت معنا الخليج كله. ممتاز. زين فيصل في موقف صار وياكم بالسعوديه. ايه. هو حزتها موقف محسود عليه يعني، بس بعدها ممكن يكون مضحك يعني، بتقدرون تسوون فلاش باك على الفكره. يعني الحمد لله انها مرت على خير. شنو صار وياكم بالحدود السعوديه او داخل السعوديه صارت السالفه؟ السالفه اعتقد هي اللي صارت داخل الحدود، داخل السعوديه. داخل السعوديه. السعوديه في الشوارع الخارجيه فيها نقاط تفتيش. زين. ففي مره وصلنا الى واحده من نقاط التفتيش، احنا عاده من نوصل نقاط التفتيش يعني نطلع هويتنا حق الشخص يشوفها ونمشي، يا سعاد يقول لنا امشوا. هذه النقطة بالذات أول ما وصلنا وكنت أنا أول واحد في السير، طلعوا لنا الشرطة برشاشاتهم ورشاشات موجهة علينا كلنا، وقام يصرخ وقف واصفط وكذي وبطريقة غريبة يعني مخيفة بعد. يعني حتى أنت فيصل مو مستعد أصلاً أنك أنت تقول أنا منهم. يعني الحمد لله انكم بخير ونعمة. الحين احنا مستغربين من الوضع، تشفيك بالرشاشات علينا ووقف وكذي. وقفنا وفتشنا وفتش سياكل وقال اصطفوا وحسيت كنا بيعدمنا يعني. زين. فش السالفه؟ قال ابو عليكم بلاغ امني. شنو البلاغ الامني؟ قال بعد شوي تعرفون. ظلينا واقفين واقفين. يبا شنو البلاغ؟ واقفين واقفه كذي حلوه؟ لا والله واقفين كذي في الشارع. هذا كل هوياتنا. ايه. شنو البلاغ؟ فهمنا خلينا نعرف يعني. كان يقول عليكم بلاغ انكم انتم منظمه ارهابيه داعش. ما سوت عليكم رحله هذه. فقلنا بس شنو اللي خلاهم يعرفون يعني؟ قال انت في عندكم رايات معينه، عندكم ورقه رسميه شيء ممكن تطلع يعني غير بطايقكم تثبت ان انتم كل واحد باسمه كذي ولا ما يصير؟ هوياتنا كلها كويتيين. قال انت شعاراتكم معاديه. وين الشعارات المعاديه؟ الظاهر شاف اللي محطوطين فستاتنا ولا ورانا ولا شيء ولا اشكالنا كلها. خاف عشان الجمجمه لون اسود وجواجم. يمكن ترى مرينا على قرى بالسعوديه الناس اخترعت منه. صحيح. من صوت سياكل اشكال اللون الاسود تقول جايكم داعش. وما صدق الخبر. فظلوا والله ساعة كاملة موقفين ان الظاهر تحققوا من الاسامي، بعدين قال خلاص روحوا. الحمد لله مرت على خير. بس عقب ما صار معنا كلنا صراحة. ممتاز. طبعا كملين حوارنا معاكم وراح نعرف تفاصيل هذه الرحلة اللي استغرت تقريبا 16 يوم، ولكن راح نروح فاصل صغير وراجعين. مكملين حوارنا مع ضيوفنا ومغامراتهم خلال رحلة الخليج، وراح نعرف أكثر عن هذا الجروب والتفاصيل مع إبراهيم. إبراهيم يا ليت تقول لنا تفاصيل هارلي أونرز جروب فرع الكويت، شنو هذا الجروب وكم عدد أعضاءكم يتكون، ولو أحد حاب أنه ينضم لهذا الفريق شلون الطريقة؟ الهارلي أونرز جروب هو نادي ملاك الهارلي، هذا نادي عالمي أسسته الشركة نفسها شركة الهارلي، هدف منه التسويق وزيادة الانتماء حق الماركة مالتهم. هو يعتبر اكبر نادي
بالعالم تابع حق وكالة في أكثر من 1,000,000 عضو منتشر بكل مكان بالعالم. كل مكان فيه وكالة حتى لو دولة فيها أكثر من وكالة سلهم فصيل أو فرع منه يسمونه الشابتر. إحنا كويت شابتر عندنا وكالة واحدة في كويت شابتر. السعودية مثلا فيها أكثر من وكالة، جبيل، ظهران، فس عندهم جبيل شابتر، ظهران شابتر، أبو ظبي شابتر، بالإمارات دبي شابتر. إيه فكل ما زاد الوكيل كل ما زاد الشابترات يفصلونهم مع بعض. الاشتراك من يشتري سيكل جديد من الوكالة الوكيل بروحه أول سنة يكون الاشتراك عليه هو عشان يخلي الزبون الجديد يتعرف على الشباب، وبعدين بعدها كل سنويا يكون اشتراك على العضو نفسه هو يجدد اشتراكه. الهدف منه ان مثلا اسمع تشوف الناس برا يشوفون سياكل يطلعون مع بعض يجتمعون مع بعض فيصير عنده رغبة انه يجرب الجو مالهم. زاد ان الزبون اللي دش الوكالة لما يشتري سيكل او ملابس او ايًا كان يتعرف على اعضاء الجروب فيشوف جمعتهم وطلعتهم مع بعض فيتحمس زياده، والجروب هذا كلهم يتعرفون على بعض، انت جديد وانا جديد تعرف على بعض عند اصدقاء ورابع كذي. زادنا الوهال يعني تحصل فيه كل الناس مثلا دكاتره طيارين مهندسين قضاء وايد ناس طبعاً. مع بعض يا شباب كبار صغار حلو الحاله الاجتماعيه هذه بينهم الترابط بينهم، وبعدين يعزز التواصل بينهم وبين الوكاله نفسها فالوكيل يعرف شنو تبون يصير فيه يصير ربع مع الوكاله وكذي. هذا عندي سؤال بسيط. احنا المعروف بالموتور بايك خصوصا الهارلي لا عشاق خاصين في مستوى مثلا حتى في شهادة دراسية دكاترة مهندسين، شنو السر؟ شوف اول شيء هالسيكل بالذات الانسان احنا صغار نتكلم عن نفسي انا احنا صغار نشوف السياكل الكلاسيكية يحطونها بالتلفزيون فانت الشكل الكلاسيكي دش داخل بخاطرك الكلاسيكي. زائد ان الهارلي في ميزه ان تقدر تتغير على كيفك اكسسوارات اي انت اكسسوارات انت ما في هارلي شبه ثاني يشترون اثنين او ثلاثه نفس السيكل نفس اللون بس بعدها بشهر او شهرين او ست شهور شو مختلفين عن بعض. زاد ان طريقه الهارلي بالتسويق هذا نفس ما قلت لك اللي يجذب الناس تشتري الهارلي، فعندك جروب تطلع وياه ربعك وياه تحمسون ملابسه البراند ماله تاريخه وانت صغير تسمع عن الهارلي فتحب الشغله هذه. وين ما تروح بالعالم يستقبلونك حتى الشابترات الفصائل الموجوده هناك او الافرع الموجوده هناك. فتجد لما تروح برا دوله برا تدش الوكالة الهارلي ولا شغله تعال انت عندك هارلي تعال ويانا تبي تطلع رايد ويانا بس دائما عندك انتماء وفي حماس بالشغله فتشجعك اكثر. باقي الجروبات سياكل تلقاهم مثلا بروح مثلا ثلاثه ربع يعني هم يسوون جروب مع بعض بس هذا شوي كبير. زائد الناس ما قلت لك له تاريخه له سمعته كل الناس يعرفون الهارلي طبعا المتعه ما نقدر نتكلم عنها متعه الرحله هذه اخوي ابراهيم ما نقدر نتكلم عنها. والهارلي هاي من شغلاته ميزته اللي ياخذ الهارلي ما ياخذه عشان يصابق ولا مثلا يويل ولا يسوي استعراض مهارات ولا شغله. هارلي مسوينه حق المزاج تمشي يسمونه كروزر تقعد على السيكل وتمشى وتسوي كستم نفس ما تبي ولون اللي تبيه وتتباهى بالسيكل مالك. ولان الشباب يحبون يتمشون فيه دائما يحبون في دروب طويله يعني ما تلقاهم يحبون يتمشون. بس مو تحب الهارلي بالدروب الطويله ولا هذه هو في فئات معلومه خاطئه سوينا وايد فئات إيه؟ في عنده فئات حق السفر وايد مريح كراسيه مريحه معوناته مريحه مسجله نافيجيشن وتحمل دروب ما شاء الله الهارلي يعني ما يتعب بالدرب يعني جربتها الحين صار سنين قاعد اسافر فيهم ما يتعب بالدرب خوش سيكل يعني حق الشغله. زين مشاري انا بسال عن نقطه السلامه انت قلت انه يمكن انت المسؤول عن شكل بس الشكل ولا حتى نقاط السلامه اللي انتم توصلون لها حتى بالطريق بالطلعات شلون تدرس النقطه يكون اول شيء نقاط الوقفه والسلامه اللي اي في رود تيم اول شيء بالبدايه اللي هو فيصل اللي هو بالبدايه الجايد إيه؟ انا اكون اخر شيء سيفتي حلو اشوف الجروب كله حلو يعني اللي بيطلع تليفونه يصور شلون خالته يعني في واسطات عندك ولا ما يمشي الواسطه اذا واحد ما تزعل اهم شيء عندي السلامه يعني اهم شيء ان نطلع الجروب من النقطه للنقطه نكون كلنا واصلين ايه من المؤذي بالجروب صدق اكثر واحد اذاك بسالفه في وايد قول لي اسامي قاعد يتابعون عشان يمكن ينقرصون مره يقول لك قالها على الهواء عندنا واحد اسمه ناصر معرفي ابو علي هذا وايد يؤذيني وايد وهو يسوق يصور يحط كروز يثبت السرعة ويصور يعني صعدات جبال عمان هذا أخطر شيء لازم تنتبه على الطريق. الحبيب مرة بغي يصير لحادث قدامي ورحت كلمته وخذيت تليفونه خليته وياي قلت له ما راح أعطيك تليفونك لما نوصل
بس ممتاز. اللي قاعد ياكل حب الطريق ياكل حب الطريق كيس الحب قاعد ياكل منو معروفي انا بعد؟ لا 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 مشاري ودي اعرف منك معلومه شنو النصيحه اللي دائما تعطيها للفريق بشكل عام من نقطه لنقطه؟ اكيد شفت اشياء خلال الرحله فدائما توجههم على هذه النصيحه واللي تركز عليها دائما. اهم شيء الاشارات اللي ناس ما قالهم بالبدايه زميلي حلو اللي هي الاستيجر لازم تحافظ عليها انه يكون يعني المسافه بينك وبين اللي قدامك انه تشوف راسه بالمناظر الخوذه مالته بالمناظر تفضل ايه وش اسمه انه يوصلون الاشاره حق له اخر واحد على اساس انه اذا صار في خطر بالطريق ولا هذا يمديه يتفاداه يعني مثلا حفره ماي شيء انه الاستيجر انه يقدر بس غريب انت اخر واحد ايه يعني لا انا ابلغهم بالبدايه أيوة قبل ان اطلع اسوي بريفنج أيه؟ عرفت نبلغهم شنو الاشارات شنو اللي يحتاج كيف شنو الفده فيصل اي هو الجايد مالنا اي رسمه جديده صارت بالطريق هو اللي يبلش فيها زين فهد اوكي كلمني عن بعض النقاط اللي انت تشوفها في تصويرك يمكن انت اكثر واحد المفروض انك انت عينك تكون على الفريق كله وتصور الشباب هيك مشاري هيك ابراهيم هيك فيصل وايا كان من الفريق يقول لك عطني صوري خاصه فيني انا شنو اكثر شيء يعجبك اكثر واحد يقول لي دز لي صوري واحنا بالرايد كابتن ابراهيم عاد كلش مبين عليه الرجال ماله بالسوشيال ميديا ما يطرش كلش انا اخلص الرايد نرجع الفندق اختفي اسكر جهازي احط راسي وانام عشان لا يقولوا لي دز لي صور زين النت تدري النت ضعيف هناك ايه فانا خصوصا وايرلس مال الفنادق زين فانا انطر لما نرجع الكويت يكونون بردوا شوي دز لهم صور على الراحه اوكي شنو اكثر شيء عجبك بتصوير الرحلة؟ اكثر شيء اللي عجبني بتصوير الفريق والرحله تصوير المناظر طبعا انا مهمتي تقدر تقول ويا السيفتي لان انا اصور ونظرتي اني انا اكون دقيق وايد الاحظ وايد ديتيلز بالموضوع فتلاقيني من خلص الرايد اروح حق مشاري اقول له ترى فلان كذي سوى مفتن يعني افتن عليهم فلان سوى كذي بالطريق فلان مو مركز فلان في شباب ينامون بالطريق بالنهايه هذه مصلحه الشخص والجروب كله اي صحيح صحيح سلامه الجروب وشكل الجروب والتزامه يخلي الناس تحترم اصلا لو مريته بمكان مثلا سكني او قريب من المدينه نفسها طبعا في مره يو فتنوا عليه هم كان دايخ بالجروب بالرايد انا اطلع له اقول له ايش فيك فيك شيء شاري دورك اخصائي اجتماعي وكلنا مندي في نص الطريق شو نسوي الله يحفظكم يا رب واستمتعنا معكم جدا في هذا اللقاء الجميل كل الشكر لفريق هارلي اونرز جروب فيصل مالا الله يعطيك العافيه الله يعافيك وايضا ابراهيم محمد شكرا على وجودك حياكم الله ومشاري المهدي شكرا على وجودك معنا حياك الله وايضا فهد سرحان شكرا لكم وفقني يا رب مشكور يعطيكم العافيه ترى الحلقه فيها تغطيه تصويريه اخوي ابراهيم اذا تبي الصور عندنا اسرع من فهد ليه ما اعطاك صور الرحله ما تخليك لا علمنا شكله ماسح صورك راح نكمل يا بعض حلقتنا بعد الفاصل